بعد إخفاق مونديالي جنوب أفريقيا والبرازيل، يسعى عرب آسيا المتأهلون إلى الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم إلى إحياء الآمال وتجديد المنافسة على مقاعد التأهل البالغ عددها 4.5 المقعد. منتخبات السعودية وقطر والإمارات وسوريا إضافة لمنتخب العراق دونت حضورها في الدور الحاسم الذي سيوزع على مجموعتين بجانب 7 منتخبات أخرى بواقع 6 في كل مجموعة، ويتأهل الأول والثاني من كل واحدة مباشرة إلى مونديال روسيا، ويلتقي صاحب المركز الثالث في المجموعتين في ملحق آسيوي يعبر الفائز فيه لخوض ملحق آخر مع رابع تصفيات الكونكاكاف. المنتخب السعودي سجل حضورا لافتا بفوزه في 6 مباريات متصدرا للمجموعة الأولى التي رافقه فيها المنتخب الإماراتي بحلوله في المركز الثاني. الرصيد الأفضل كان من نصيب المنتخب القطري بحصيلة 7 انتصارات متتالية وبرصيد 21 نقطة وضعته على رأس المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم في الوقت الذي يبحث فيه العنابي عن أول تأهل له إلى المونديال قبل استضافته عام 2022. المنتخب العراقي ورغم بلوغه الدور الحاسم إلا أن مشواره لم يكن جيدا بعد أن كان مرشحا فوق العادة لاستدارة المجموعة، غير أن نتائجه لم تكن على قدر التوقعات بحلوله ثانيا في المجموعة خلف منتخب تايلاند. أما منتخب سوريا وبرغم خسارته القاسية على أرض اليابان بخماسية إلا أن ذلك لم يمنعه من التأهل إلى المرحلة النهائية، خاصة أنه يعتبر صاحب أفضل مركز ثان في المجموعات 8 ليتواصل بذلك حلم التأهل لأول مرة في تاريخه إلى المونديال.